تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. خلاصة القول فخر الدين افتح. خلاصة القول بينا، يمكن كاين ضربة جزاء في الشوط الأول وكاين هدف ديال التعادل في الشوط الثاني. أنا اللي كنت متخوف منه هو اللي بنتو في الشوط الأول، أنه رغم أنه سجلنا ما كناش رجعوا. مصر تتبقى مصر، ولكن واش حنا اللي رجعنا فتح ولا اصلا حنا اللي رجعنا ولا ما عندناش باش نزيدوا اصلا؟ شوف وعلاش نكتي دابا ضغط؟ ماشي شي ضغط افخر ولا علاش ملي مشيتيش تي تروا فوت ولا كترفض صفر ملك الحكام فيهم دي بالزاريتي اللي كانوا غادي يخلقوا مشكل؟ ايوا هادو كلهم واخا كنا قبل هذا الماتش قال لك حنايا اللي كنا كنخلقوا فرص، ما خلقناش فرص هذا الماتش. لا هذه المره لا سيفري، ولكن كما قال لك فتح راه ماشي منتخب سهل منير، ماشي سهل زعما تخلق حيت فرصه ما تتخلقهاش خصك اه كتبني ولا واش خصك تلقى قدامك منتخب اللي تيكون المستوى ديالو في المتناول ديالك في لي دريب في كل شيء. حنا كنا عارفين غادي نواجهوا منتخب اللي غادي يوقف ومنير وغادي يدير معك جميع المسائل اللي هي لونتي جو. لونتي جو داروا لنا شي فرقه، درت لنا شي فرقه لونتي جو. لا صور كل الملاوي منير بواحد الزيرو ديك لونتيجو بحال هكا وما يعرفوش يديروا مساكن الله يرضي عليك صافي داكشي. واهو الا جيتي تشوف انا نرجع نقولها اول امتحان لعند وحيد خليل وزيتش من نهار جا للفريق الوطني المغربي، يعني طيلت لي ماتش اميكو والمباريات ديال الاقصائيات ديال كاس افريقيا والمباريات ديال الاقصائيات ديال كاس العالم، يعني ما طاحش امام خصم من دوك الكبار ديال القاره اللي غادي يخلق ليه صعوبات. الصعوبة ديال المقابلة أنت شو تريزيكي دخل في الدوزيام ميطا أو عيا أنت فاهم بالك اللعابة اللي لاعبين من 90 دقيقة إذا كنتظروا دائما الإعلان على بداية الشوط الإضافي الأول وغادي نمشيو دابا لرحلة أخرى ستمتد بنا مستمعينا الكرام 30 دقيقة 15 دقيقة في كل شوط. الا لاحظتوا ان في عند بحال في الخمس ايام الا كنتي رابح لا تفهم دابا صعيبه كانز كونديسيون موني راه صبري وباقي النهار وفين هو باقي النهار راه بديتي مع الربعه لا هذا بونتوش ما قدرش يجلس ما قدرش يخفوا واش هما هيو دابا سيدي دابا في هذه اللحظه هذه اللي كنهضروا في هذا في هذا وقت الغروب عندهم راه 33 درجه 33 قالك مع 8 كيكون موين شويه تا ولكن ايوا بونو ما عندو صرف ما ديجاجمون ديالو ما كانش كيفاش كتوقعوا الشوط الاول الاضافي الاول والشوط الاضافي الثاني؟ في الحقيقه خصنا نهضروا عليهم نهضروا دابا على 30 دقيقه موين ما تكون سهله فوالا كنظن بان المنتخب المغربي ما غاديش يغامر. انا شفت رحيمي كيرجع في الكوتي غوش ما كيمشيش كاريمون كيف كنقولوا حنا انيلي فهمتي يعني ما دارش داكشي علاش داخل لا ما يقدرش داخل على قبل موني لا ريكوبيراسيون واللي جات من بعد ارباح. اقول لك انا حيت ملي خرجتي بوفال كان لاعب تما تعليمات كاين جوج ديال الانواع ديال التعليمات كنشوفوهم هنايا عند المنتخب المغربي. كاين واحد جمع اللعابه هضر معاهم من بعد كل شيء مشى وكاين الاحاديث الجانبيه. المنتخب المصري كل شيء كيهضر كيروش وائل جمعه صلاح حتى هو ماما حيدها اليوم مولاي كتهضر على شي حاجه اللي هي تقليد الله يرضي عليك وماشي دابا مشكله تقليد حتى في الانديه ديالهم في كل شيء اللي كتواجههم يعني ماشي سهل لا 15 دقيقة أولى الشوط الإضافي الأول راه هضرنا ذاك النهار فتح أنا ومنير لقينا بأن اللعابة ديالنا لا بليبار غادي يواجهوا أول مرة منتخب شمال إفريقيا يمكن المنتخبات الأخرى تعودوا يلعبوا معاهم الإقصائيات وهذا ولكن بما فيها وحيد ولكن ولكن المنتخب بهذا الشكل هكا بهذا الحجم قضيه شويه وحيد غالي لوزيتش مع المغرب اول ماتش ليه مع منتخب شمال افريقيا ابار المباراه الوديه مع ليبيا غنم سايس
وولفرهامبتون في مواجهه محمد صلاح ليفربول. شوف الطريقه اللي تهضر بها صلاح تيبين بانه راه مرتاح، هذا تيلعب واحد الضغط اللاعب ديال السوس تيهضر معاه كانه صافي الماتش راه في يدينا. انت الغارديان واخا كان بليسي ورجع لا يرجع اخويا، بغاش يخرج واقف ما يخرج. كاين تغيير على مستوى كنظن الجهه اليسرى عند المنتخب المصري، واش غيدخل هذا؟ لا محمود علاء ديال الزمالك هو اللي كيستعد الان انه يدخل محمود محمود علاء كوتي غوش ما عرفتش البيض غادي نشوف. اذا محمود علاء بلاص ايمن اشرف، هذاك اللي خرج هكا ما شفناه. ايمن اشرف، ايمن اشرف عنده افيرتيسمون، كان يدخل بريمير ميطون بلاص الحجازي. عنده افيرتيسمون ايمن اشرف. ايمن اشرف رجع بلاص الحجازي. إذا اللحظات كتعطى الآن الانطلاقة للشوط الإضافي الأول، المنتخب الوطني المغربي على يمين الشاشة، المنتخب المصري على يسار الشاشة. كيفاش غادي يدخلوا المنتخبين بجوج لهذا المسلسل ديال الشوطين من 15 دقيقة المجموع هو 30، هادشي اللي غنتعرفوا عليه في هاد الدقائق. إذا الدقيقة الأولى ودائما واحد لواحد بين المنتخبين المغربي والمصري، واش غتحسم المباراة في هاد الشوط على أرضية الميدان أو غتعطى مرة أخرى الصلاحيات لضربات الاعصاب وضربات الحظ وضربات كل شيء واللي هي ركلات الجزاء الترجيحيه. اذا رمي التماس للمنتخب المغربي. اذا ممكن شي واحد يقول لي الله يجازيكم بخير، دابا هاد لي شونجمون اللي عندنا في خط الهجوم اللي خرج النصيري، دابا كيفاش كتشوفوا انتم هاد هو باش يدفع شويه بلاطاك، ولكن امونير الا بغيتي تمشي راه ما خصكش تكون كدافع اكثر، فهمتي اش بنقول لك؟ خصك تخرج الكره، خصك فوالا خصك تكون ديما تمايا. كاين دفع، الحكم كيعطي ضربه خطا لفائده المنتخب الوطني. هذا عمر كمال، هذا غيكون ديما مع رحيمي غادي يبقى خطا، لان رحيمي كي تبارك الله كي اللي كياخذ الكره هو عمران لوزا. كاين دفع من عمر كمال لسفيان رحيمي اللي غادي ينفذ الخطا هو عمران لوزا. نتمنوا يتم استغلال هذه الكرة الثابتة، غادي تنفذ بالرجل اليسرى، كتنفذ داخل المربع العملي دبرسيا، ولكن الركنية الركنية للمنتخب الوطني المغربي مشات لرأس نايف أجرد. أنا نتمنى يساعف الحظ شي مرة نايف أجرد شي كرة ديالو تمشي ل... ما عندوش الزهر مسكين، ولكن دائما حاضر في الديفيات، دائما حاضر في الكاري 18 مع الديفيات. إذا ركنية الفريق الوطني المغربي في التنفيذ عمران لوزا داخل المربع العملي دبرسيا وفوق المرمى. غنم سايس هو اللي أول مرة ضربة رأسية، أول مرة سايس في المباراة الأولين ضرب بالراس كان كيبارتيسيبي. المخرج كيركز حتى على ذاك الحارس الاحتياطي اللي كان غيدخل مسكين كيفاش غيدخل ديال المنتخب المصري في الوقت اللي أبو قبل رفض. حتى واحد ما يبغي يدخل دابا ليه مش حخرج. عمر وقعت لكم هذه القضيه هذه في الملعب؟ تبعوا الكره بدايه ديال المنتخب المصري، ولكن لحسن الحظ سفيان رحيمي خذا الكره، سفيان رحيمي خرجت معاه الكره لرميه تماس للمنتخب المصري. واش عمر وقعت لكم ان شي واحد في اللعابه ديالكم يعني ما بغاش يخرج؟ لا كمدرب انت ما بغاش يخرج ولا في الوقت اللي كنت كتلعب شي واحد ما بغاش يخرج؟ كتوقع موني كتوقع كمتشبت ما كيبغيش يجلس. كرة طويلة ولكن ما كاين حتى شي واحد، كتمشي الكرة فقط ل دابا تا من لقيت اللي خرجتي نصيري صافي دابا تا داك لو جو يعني اللي كنقولوا حنا هذاك الشيء ماشي أهمية. كترجع الكرة لعند سفيان رحمه وعمران نوزة، كتضرب في أحد اللاعبين المصريين، كتخرج لرمية التماس. الكرة دابا كتلعب في الجهة ديما، حنا في الجهة اللي قريبة لنا، يا إما اليمن يا إما اليسر. ادم ماسينا كتلعب الكره لعند ريان ماي، ريان ماي محاصر من ثلاثه اللاعبين. ادم ماسينا كيخرج الكره عند فوق في الجالي ومن عند حكيمي، ما كاين حتى شي واحد، حكيمي عنده الكره كيخرج ليه اللاعب محمد عبد المنعم. اشرف حكيمي غدخل مربع الابعاد والكره كياخذوها اللاعبين ديال المنتخب المصري. كترجع الكره مازال عند الفريق الوطني المغربي، محدد تسديده فوق مرمى ابو جبل، تسديده ديال منير الحدادي ولكن لسوء الحظ يا فوق مرمى الحارس ابو جبل وعرض الاربط لا واعر بزاف
علاش هزيتي يدك؟ راه ما فيهاش السديده ديال منير الحدادي، ما فيهاش هذه، ما فيهاش اللي كادت كادت انها انا اللي مازال ما فهمتش ان الحارس كيعرج. منير هذا كتسمى التحدي، هذا هو كي كنقولوا حنا بزاف على المنتخبات ديال كاي تقلتي قبيله هذه افريقيا، وانت باغي دير التحدي ومي حيد. شوف اختي دابا في شيء اذا الان كنظن الان صافي كنظن انه عارف المستوى ديال الحارس الثالث. فوالا هادشي اللي كاين، كيأخر وصافي. دابا كنظن صافي امام الامر الواقع. اذا ابو قبل جوج ديال الحراس كيعرج، عرفتي راه تف عرفت تشيلسي راه الزول ما بغاش يخرج تشيلسي. هي راه قال لي نو واخا الزول دونك هذا اوكي نتحمل مسؤوليته هذاك خينا مازال واخا ما نجحش في هذا الشيء راه من بعد يقدر يرجع. هذا راه شتو تف امام انظار عصام الحضري اللي هو المدرب ديال هاد الحراس. ولكن خصك تطرح سؤال، هاد لي بليسيور اللي كيجيو كيما قال بوخريس كيجيو فواحد البلاصات شويه صعاب. اذا دخول الحارس رقم 23 واش رجليه منير واش محمد صبحي كيشبه التقناوتي. اذا خروج ابو قبل والمنتخب المصري كيلقى نفسه بالحارس الثالث اللي هو محمد صبحي الحارس ديال فريق فاركو بمصر. محمد صبحي اول كره غادي يلمسها 5 متر و50 كتلعب الحكم الحكم كيصفرش كتمشي الكره عند المنتخب المصري كترجع المضاده والابعاد من طرف غنام سايس غتمشي طويله في اتجاه ريان ماي كتمشي الكره لعند اللاعب اشرف حكيمي كترجع لعند سليم املاح. اشرف حكيمي الان في الجهه اليمنى لو سونتر اشرف حكيمي ما عرفناش كي يدير عند برقوق مزيان اربع عمليات خروج الحارس صبحي ما تمكنش من الكره خروج خاطئ منير خروج خاطئ للحارس صبحي. الحكم الان كيصفر ضربة خطا لفائده محمد صلاح يمكن صفرها غير حيت محمد صلاح. لا 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 غادي تكون يكون شي تدخل امنا الحارس محمد صبحي اللي كيلعب اول مباراه ليه مع المنتخب كان خروج خاطئ. ايوا خصهم يغتنموا الفرصه دابا غارديان باقي الله مسكين. فخر الدين بغيت نسولك على شي حاله اللي طحتي فيها بحال هكا ولكن ما عنديش شي مثال اللي يكون قريب لك من غير ولكن هذه ديال الزكي وعزمي هي بين حارس اول وثاني ماشي ملي كيدخل الحارس كطيح في الحارس الثالث. شنو الانعكاس اللي كيدير على الدفاع ديالو؟ صعيبه هو المكانه ديال الحارس الاول لا ما كتعاودش لا كاين كاينه ما حدو كاين المتخ تاع كاين دوزيام ديما شحال من دوزيام خلق ولكن بالنسبه لينا حنا ان تروازيام صغار حيت اول مباراه غير ما كتسمعش. بالنسبه لك كمدافع افتح انت وتولي عليك الدوبل الانعكاس ديالك ما تبقاش عندك لا كونفيونس انك كاين وراك واحد غارديان اللي يقدر يخرج البال اللي طوال يقدر يونتيسيبي شي حوايج يعني تتولي دير جوج خدمات تعطي الموتيفاسيون تعطي الثقه. كتلعب الكره عند المنتخب المصري حداري خرجها بونو حداري والكره الحكم خطا لحسن الحظ ان الحكم صفر ضربه خطا لفائده ياسين بونو اللي في انفراد امام محمد صلاح. راه دخل فيه راه ضرب السايس وداز دخل في بونو. دابا خصنا نقشي ديك لي فوتيج من في الاول امونيت يلعب عليهم دابا المغرب دابا غنام سايس طويله ولكن صعيبه على حكيمي صعيبه وحكيمي تضرب هذيك التماره كلها دابا على والو. والمخرج مصر على انه يعطينا التصاور ديال كاع الحراس ديال مصر شفناهم اليوم شفنا الشناوي شفنا ابو قبل شفنا عصام الحضري شفنا شي لو ريتم غادي يهبط. كنلعبوا الدقيقة 99 وأنا عندي راه بحال مازال ما ديمارش هذا الشوط الإضافي الأول باقي كنهضروا بين الأشواط.
ريان ماي خذا الكره بعد خطا ديال احد المدافعين، ولكن ريان ماي ما تمكنش يحافظ على الكره واللي كتخرج لرميه التماس. لحد الساعه من بدايه الشوط الاضافي الاول كتلاحظ هذا لو كولوار غوش فيه رحيمي واللي كيجي عنده ريان. كنت متاكد اخويا هذا الماتش هذا اغلاط خطيره المحاوله عن المنتخب المصري محمد صلاح في الجهه اليمنى، محمد صلاح بتوغل ديالو خطيره المحاوله خطيره والهدف والهدف الثاني للمنتخب المصري كيسجلو تريزيغي. الخطوره من عند محمد صلاح من الجهه اليمنى، حذاري من التوغل كيمرر لتريزيغي الذي يسجل الهدف الثاني. عندك يكون قريته مزوق ولا شي حاجه عند السيس شتيه. الهدف الثاني للمنتخب المصري، الهدف الثاني الهدف الثاني. واش هضرنا على ما سيتي قال لك قلت راح سميتك افتح قلت له كان قلبوا يزيدوا المغاربه يقلبوا انهم دابا شوف عندنا واحد لافونتاج. لاحظ الكره مشات لعند صلاح صلاح كره بحال هذه ما غتخلي ليه المساحه اللي شاف. واش نقول حكيمي واش نقول خروج ديال بونو اللي كان خاطئ؟ واش لا لا احنا كنهضروا على مونيا كنهضروا على راه بيت سهل هذا بيت سهل يلا طلع حكيمي دونك خاص الاول ديال برقوق. هذا بوت ساهل ساهل في مرمى المنتخب الوطني. عندك واحد لافونتاج يا منير، ها عندك واحد لافونتاج ديال اش؟ الكارديان دبيت بغا يخليوك توصل ليه. عندك شوف منير عندك افونتاج ديال الكارديان دبيت، وانا عندي اليقين الكارديان دبيت يعطينا كوير. هذا هي المزال ما تستلفش اللعب. شوف ان تروازيام كارديان دبيت راه ماشي هو غير هو دابا غادي يرجعوا هما ومعنويا جاهم هذا هذا البوت هما دابا عاد كيلعبوا اللعب ديال الربح ديال التقدم. اذا الكره رميه التماس، الهدف ديال تريزيغي جا في الدقيقه 100 من المباراه. مازال الكره عند المنتخب المصري، تمريره طويله ما كاين حتى شي واحد، رميه التماس لفائده المنتخب الوطني المغربي. يلا باقي الوقت باقي الوقت باقي 5 ديال الدقائق في هذا الشوط، مازال 15 دقيقه اخرى. الان غيكون تغيير اخر على مستوى الهجوم، كنظن ما بقاش حل عند غادي يخرج حدادي واقيلا ولا يخرج شي ميليو تيران ويزيد حد ويزيد هذا لا غادي يدخل هو زكريا ابو خلال. كنظنش يخرجها ميليو تيران، لا خرج شوف خاصك تخرج ميليو تيران، خاصك تخرج برقوق، خاصك تنقص، خاصك كيما قال لك خاصك تنقص. غنم سايس طويله في الجهه اليسرى في اتجاه رايان ماي، وتدخل الحارس مثل هذه الكرات غادي يزيد الله انت قلت الله يرضي عليك، زيد على هذيك الكره اللي خرج قبيله بيديه بيديه انت كل شيء كيشجع فيه كل شيء. الحارس محمد صبحي التسديده ديالو كتفوت منتصف الملعب، تدخل ديال سايس امرابط لعند ادم ماسينا، ادم ماسينا طويله في اتجاه ريان ماي. كنظن الكره الطويله راه ما غادي تنفعنا بوالو لانه كنعطيوها للمدافعين المصريين، كتعطيها لمحمود علاء كتعطيها لمحمد عبد المنعم، يعني كتعطيها لهم كتقول لهم اجيو عندنا مره اخرى. حنا كنعرفوا نلعبوا الكره في الارض، نشوفوا الكره في الارض. رحيمي عنده الكره الان، رحيمي غيحاول يدخل، تدخل ديال جوج ديال المدافعين، الحكم ما غادي يعطي اي شيء. كترجع للكره اقرب لها ياسين بونو لعند غنم سايس. يلا شي كره طويله ها هو سايس عاوتاني كره طويله زيد ديك كيقول زعما خصهم يخرجوا لعند سفيان امرابط، وسفيان امرابط شافوه شحال من مباراه كيدير نفس الدور. الكره كتمشي لعند منير الحدادي، جميله لعند غنام سايس، غنام سايس اللي مصاب كنظن حتى الحركه ديالو راه ولات ثقيله، ولي حسن الحظ كيدير تدخل مصاب مصاب سيخرج 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 ها هو تيعيط شتي ها هو كيشوف فيهم ايوا بلاتي يقدر يخرج برقوق اللور ويدخل ويخرج غنام سايس غنم ابراهيم مزوزه برقوق اللي خرج. يلا ولا واحد فينا من بدايه الماتش ما جاب التغييرات ديال الوحيد اللي غيداروا اليوم، يعني ما كاين واحد القضيه هاد سايس راه ديجا ايلونغاسيون هذيك هي كتبان. وكنظن اخر تغيير هو هذا اللي درنا
صافي يعني ما بقاش عندك درتي في ثلاثة ديال المناسبات ما بقاش عندك الحق في تغييرات أخرى ولكن ما عرفت والله ما عرفت دابا المشكلة أنا مشيتي تا والسيد قادر يكمل وراه شفتي كيعرج كتلعب الكرة دائما عند المنتخب المصري الدقيقة 104 أو الدقيقة 105 كنظن الآن ثواني وغادي ينتهي الشوط الإضافي الأول كترجع الكرة عند الحارس محمد صبحي اللي كيبعاد الكرة كتفوت منتصف الملعب أشرف حكيمي كتمشي الكرة عند تريزيغيت سديدة فوق المرمى ديال أو مصطفى محمد مصطفى محمد فوق المرمى ديال ياسين بونو أنا كنظن بحكم عندهم هما اللي غادي يتابع ما كنظنش ان اشاره بحال هذه غتفوت للستاف ديال المنتخب المصري ديال ان راه لاكس مبليسي ما يفوتوهاش في الوقت اللي كنلقاو لينا كنلقاو الزحام هنايا في دقيقه واحده من الوقت بدل بغيتو يلعبوا هاد اللعبه هنايا عطوها لينا هاد اللعبه كيلعبوها هذا كيعجبني انا قلت لك منير كترجع لادم ماسينا في الجهه اليسرى طويله مرة أخرى غنبقى نقول طويلة 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 ولكن طويلة الفين وقد ما حنا كنبقاو نلعبوا الكرة طوال إلا وكنزيدوا في الثقة للحارس مرة نحطوها ليه في رجليه مرة نعطيوها ليه في يديه تمرة في اتجاه حكيمي في اتجاه في الجهة في الجهة اليمنى غادي يدخل خطأ الحكم غيصفر ولا ما غيصفرش رحيمي كاين هنا إنذار واش عنده كاين إنذار اللاعب محمد عبد المنعم ورقة حمراء كنظن لا ما كاينش لا هذا ما كاش خدام ما عندوش افيرتيسمون هذا ما عندوش صور قائد محمد عبد المنعم لا باش كينفعك سميتو رحيمي محمد عبد المنعم اللي كانت كره طويله في اتجاه رحيمي مشى ياخذ الكره هو العرقله كتعطي ضربه خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي هذه هاد الكفره هذه خصها بروفيتيو فيها تكونسونترو لان عرفتي علاش لان الكارديان دبيت والله ما تنظنش مونير هاد غارديان هذا يقدر يجيب حكيمي على الله لا حكيمي اللي غيمشي له لان حكيمي مونير ضرب داك النار بهذا القنت هذا بزاف على الله مونير الحدادي باليسرى تا هو واشرف حكيمي خلف الكره يا ربي اشرف حكيمي خلف الكره نتمناو كره اخرى من كراتك يا اشرف في مرمى المنتخب المنافس ضربة خطا اللي في مكان يعني بوجود حارس محمد صبحي يلا دخل اشرف حكيمي في تسديد فوق المرمى اللي سجد هو اللي خذا الانذار محمد عبد المنعم كنظل الحكم على نهايه الشوط الاضافي الاول يلا الشباب مابقاش الوقت انه نبقاو نتحصروا على الهدف الثاني مازال 15 دقيقة للعودة في هذه المباراة وكيف قلت فخر الدين كاينة بعض الظروف اللي ربما كتلعب لصالح الفريق الوطني المغربي وكاينة ظروف أخرى اللي ما كتلعبش لصالحنا وهذه هي كرة القدم هذه هي كرة القدم مع كامل الأسف إذا نهاية الشوط الأول 2-1 لفائدة المنتخب المصري الهدف الثاني اللي كنسجلوا لاعب تريزيغي في الدقيقة 100 والتعب واضح على جميع اللاعبين ديال المنتخبين وفي هذا الاثناء هما كيديروا الاعاده ديال الشمته والله الا هدف سهل بوت سهل سجلوا علينا بجوج ديال اللعابه بتمريره وجوج ديال اللعابه ولكن ما كاين مشكل القضيه ديال غنام سيسنه هي اللي مازال كنتسال عليها انا يمكن وقع لي هذاك الشونجمون قبل ما يشوف فيه المغرب كان باقي وقف هو تمايا وكيشوف فيه ولكن لا بوخريس راه بوخريس اخويا راه كان سايس ديجا دار سميتو انا بالنسبه لي ما كرهتش كان سايس يدي ولا اشاره اكثر انا نشوف المدرب في هذه الوضعيه هذه ما يقدرش يحذرنا انا مع سايس اذا لاحظت وغادي تستأنف اللعب بالشوط الاضافي الثاني نتمنوا على الله ان الفريق الوطني المغربي يستغل ما تبقى من هذا الشوط للتسجيل. يستغل مونير خاصك بحال الكره اللي جات الرحيمي. تجيك واحده ثلاثه ولا اربعه متفرقين.
تقدر دير بهم لا ديفيرونس فلا دروات فلا فوالا فوالا شي اللي كاين. يمكن هذا خد اكثر من اكثر من الوقت ديالو. انا نعطي علاش تيرمون كاع كنا كنقولوا حنا واحد بقيت كيتشونجا وما كيلعبش هو دابا تيتيلر تقريبا تبارك الله منين ولو عرفتش انا كنت شويه نتسنى هذا الوليد بوفال بوفال كنبقى مازال نتسنى عاد ناخذ قرار اموني نزيدو. اذا غتعطي لي انطلاقه للشوط الاضافي الثاني عمران لوزا كيتسنى الاشاره ديال الحكم ماكيتن داي او غتعطل او الكره عند المنتخب المصري بالفعل كتعطى الاشاره كيلعبها محمد صلاح كترجع لعند محمود علاء. دابا المنتخب المصري داير اون ديفونس اترواك محمود علاء محمد عبد المنعم كتمشي الكره في الجاليوم حذاري من السرعه ديال محمد صلاح لانه شحال وحنا كنحضروا من بدايه المباراه صلاح ولكن رغم ذلك لقى هفوه وحده ودارت مريره وعطات. علاش كتسمى انت ان كرون جوار امولي؟ باش كتسمى؟ بهذه القضيه كتربح بزاف الفلوس كتربح. لا علاش كنجيبك؟ على هادشي شي حاجه اللي ما نبقاش نتسنى. اشرف حكيمي سفيان مرابط عنده الكره انا نتمنى نخليو الكره في الارض في الارض كتمشي الكره عند عمران لوزا كيحول اتجاه الجهه اليمنى عند ريان ماي عنده الكره زكريا ابو خلال ما مشاش الكره كطيح عند اشرف حكيمي كونترول اشرف حكيمي غيحاول يدور بالكره مازال في صراع مع مجموعه من اللاعبين ارتكب خطا حكيمي عندك انذار حذاري اشرف حكيمي كيتوفر على انذار اشرف حكيمي وكاين الاحتكاك وكاين واحد كنظن باقي شونجمون واحد قلتي لي ما بقاش انا اللي في راسي انا ما بقاش علاش ما بقاش؟ حيت انا ما حسبتش مزيان حيت ثلاثه المناسبات اللي كنعرف راه دار فيهم واحد دار فيه شونجمون الاخر جوج اللي غيدخل طريق السودالي منير الحدادي صافي باينه وعلى الله نجيبوا هذا الشونجمون لان ما نجحنا في حتى شي تغيير في هذه المباراه هذه غنم سايس المصاب الله على باسكي ديال شتيه عند ادم ماسينا اللي محاصروا النيني وكتخرج الكره لرميه تماس انا استسمح المستمعين ديالنا الكرام لانه حتى الريتم ديالي هبط لانه ما كنحش في اي لحظه بان المنتخب الوطني المغربي قريب يسجل باش نكونوا واقعيين لعب جاف ما كاينش هذيك لا فلويديتي اللي غتخلينا نقولوا راه نقدروا نهددوا المنتخب المصري او نوصلوا للمرمى ولهذا فاحنا كنسيروا الدقائق وكننتظروا شي فلته قدريه شي كره هكا ولا هكا ولا شي ضربه خطا ولا على اين غنم سايس عند نايف اجرد طويله مره اخرى في اتجاه اللاعبين ديال المنتخب الوطني رحيمي ما كيتمكنش من الكره واللاعب محمد عبد المنعم كيرجع الكره للحارس ديالو محمد صبحي واللاعبين المصريين يعني ملتفين بواحد الشكل خطير على الحارس ديالهم في كل كره في كل حاجه تشجيع وكيحاولوا انهم يكسبوا معاه الثقه في هذه الدقائق ادم ماسينا مره اخرى كره طويله لمن لرؤوس المنتخب المصري عمران لوزا كتمشي الكره كانت في اتجاه ريان ماي ولكن في اتجاه الحارس اللي كيكسب الثقه دقيقه بعد دقيقه الدقيقة 108 مازال أمامنا 12 دقيقة على نهاية الشوط الإضافي الثاني ونهاية المباراة وهل ستتوقف المسيرة ديال الفريق الوطني المغربي عند دور الربع وغادي نديرو نفس السيناريو ديال 2017 نتمنى أن الدقائق الأخيرة تحمل لنا الجديد أبو خلال حكيمي كيدخل وسط الميدان لعند عمران لوزا تمريرة في الأرض ولكن كتمشي لعند اللاعبين ديال المنتخب المصري محمود علاء لعند كترجع الكره لعند سفيان مرابط كيفقد الكره اشرف حكيمي الحكم كيعلن على خطا زكريا ابو خلال في الكولوار دروا زكريا ابو خلال ما كاينش الحلول سفيان امرابط عنده حل واحد هو اشرف حكيمي ولكن كترجع الكره مره اخرى
غنم سايس اللي باقى عنده رجل وحده. اه شفتوها شفتيه. وماشي هي الرجل ديالو ديال لو جو. يعني عمران لعند حكيمي، عمران غيحاول يمر عند حكيمي، حكيمي لو سونتر داخل مربع العمليات فوق المرمى، الكرة خرجت خارج الملعب، ضربة مرمى لفائدة المنتخب المصري. لا داعي للاحتجاج حكيمي، لا داعي للاحتجاج. الله يرضي عليك حكيمي. حكيمي عندك ورقة صفراء، لا داعي للاحتجاج، ركز على الدقائق اللي بقاو. مازال عندنا 10 ديال الدقائق أو 11 دقيقة على أبعد تقدير. كنظن خرجات ما خرجاتش ما عرفتش. تغيير آخر في صفوف المنتخب المصري اللي غادي يخرج هو مصطفى محمد. كيجيروا لي ماتش تامون كيفاش كيديروا ملي كيبغوا هاو خرج هاو منير الحدادي. ولا هادي هادي جبتيها مولي صافي منير الحدادي. ولكن قلتي لي شحال شكون اللي باقي مازال ما غاديش؟ هذا ما تبارك الله عندنا رحيمي دابا كاع المهاجمين لعبوا. زيد سودالي رحيمي سودالي وابو خلال زيد وريان مي. كتلعب الكره خطا من الحارس، كتلعب الكره ارضيه خذوها اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي ولكن ما عطات اي جديد. سفيان مرابط محتفظ بالكره ديالو كيقاتل باش يحتفظ الكره ديالو، محصر بثلاثه ديال اللاعبين. كترجع لعند اشرف حكيمي، لعند غنام سايس شد غارديناش دارو غنام سايس غنام سايس لعند ريان مي كيدور بالكره ما كاينش حلول. تكتل الان ديال اللاعبين ديال المنتخب المصري، كتمشي عند رحيمي ولكن الراسيه ديال النيني. وكترجع الكره لعند ادم ماسينا اللي غيحاول ياخذ الجهه اليسرى. ادم ماسينا سدوا عليه، كترجع لعند رحيمي لو سونتراج ولكن عند سفيان مرابط. الان سفيان مرابط سديده فوق مرمى الحارس محمد صبحي باش كيشوط راه سميتو باش تبقى النتيجه دائما 2-1 لفائده المنتخب المصري. الدقائق تسير، الدقائق تسير والمباراة غدا النهاية ديالها أقل من 90 دقيقة. باقي الوقت ولكن واش بان لك؟ راه قلت لك كنتسنى شي فلتة شي حاجة. لا غادي شوف منير دابا بعض المرات كتقول لي اش كيبان لك؟ راه شكون غيبان لك؟ راه هما اللعابة ديالنا خصهم يبقاو بهذا الريتم اللي شتي دابا. وما كاينش ريتم اصلا ولا غير طلع. حنا دابا كنقولوا المحاولات ما عندك ما دير منير، كنسميو حنا المحاولات. خصهم يطلعوا يبقاو بهذا الريتم اللي هاد الشويه اللي كتطلع مره مره رحيمي ولا هذا هادشي اللي كاين. الكره عند المنتخب المصري، حداري محمد صلاح ضرب الكره، حداري محمد صلاح لو كوتا دروا خاوي، حداري من هذه المحاوله ما نعطيوش الفرصه. تسديده ولكن محاديه، تسديده ديال زيزو اللي رجع. اما كون ضرب في الاول باليمنيه حداري الكره كتمشي محاديه لمرمى الحارس بونو. كتلعب الكره بسرعه غنام سايس، ما بقاش غنام سايس ما بقاش عنده الرجلين باش يلعب الكره صافي. ولكن علاش ما دار شونجمون؟ الكره عند سفيان امرابط، سفيان امرابط زكريا بوخيلا في الكوتي دروا والابعاد من عند المنتخب المصري. يلا فتوح الان هو اللي خذا الجهه اليسرى ومحمود علاء هو اللي خذا الجهه اليمنى. ريان لعند سفيان امرابط، سفيان امرابط جميله عند زكريا ابو خلال واش غياخذها سفيان؟ زكريا ابو خلال بعيده عليه الكره، زكريا ابو خلال بعيده عليه الكره وكتبقى النتيجه دائما 2-1 للمنتخب المصري. كنلعبوا الدقيقه 113، اقل من 7 ديال الدقائق، اقل من 8 ديال الدقائق على نهايه المباراه. دائما تفوق للمنتخب المصري 2-1. الوقت الاصلي للمباراه 90 دقيقه انتهت 1-1 والمنتخب المصري سجل الهدف الثاني في الشوط الاضافي الاول. يلا كتلعب الكره من عند محمد صبحي الحارس ديال المرمى المنتخب المصري. رميه تماسيه في المنتخب الوطني كتلعب بسرعه، سفيان امرابط خذا الكره ديالو، سفيان امرابط تمرر في اتجاه ريان ولكن كياخذوها اللاعبين ديال المنتخب المصري. خذاها عمران لوزا لعند ادم ماسينا في الجهه اليسرى، كتمشي الكره عند رحيمي، رحيمي او اللاعب طريق السودالي اللي مشى للجهه اليسرى، كترجع لعند ادم ماسينا لو سونتر داخل مربع العمليات ادم ماسينا ولكن الاقرب الكره هو حكيمي، غياخذ الكره تحت الضغط ديال المدافع المصري حكيمي. حكيمي مشات ليه الكره وتسديد الابعاد من عند المنتخب المصري. حذاري من هذه الكرات خاصه وان غنم سايس بالفعل جميله من نايف. كتمشي الكره لعند غنم سايس امرابط، امرابط لعند غنم سايس
خصهمش يتسناو كاملين في جيرو. غنم سايس امرابط لاحظتي الملعب مايل امرابط جميله ولكن التصدي كاين تكتل كبير كل اللاعبين المصريين الان في نصف الملعب ديالهم كتمشي الكره في الجهه من عند رحيمي رحيمي اللي كيطلب الكره وتماس تماس لفائده المنتخب الوطني المغربي اقل من 6 ديال الدقائق على نهايه هذه المباراه والتفوق دائما للمنتخب المصري يلا الاولاد زكريا ابو خلال في الجهه اليمنى محاصر لعب بسرعه زكريا ابو خلال زكريا ابو خلال حاول يمر زكريا ابو خلال غادي يمر ولكن كتخرج ليه الكره كتخرج للكره كانت مراوغه جميله من زكريا ابو خلال وكتخرج الكره ضربه مرمى لفائده المنتخب المصري اقل من 5 ديال الدقائق ودائما التفوق للمنتخب المصري 2-1 هذا ابو خلال منير مزيان تكنيكمون لي بيان راه يمكن حتى هادي تعطيني هذا مشوار ياك ابو خلال تقريبا بقات 5 دقائق انا كنت نتمنى انه ابو خلال كان يدخل قبل حيت منير سفيان امرابط عنده الكره الان سفيان امرابط خذا الكره في وسط الميدان كيدخل كيحاول يربح المسافه كتمشي عند زكريا ابو خلال خذوها اللاعبين المصريين بناء من الجهه الكره مشات من الوسط وكاين المنادات على الكره من الجهه اليمنى عند زيزو زيزو اللي خذا الكره غادي يحاول يدير له سونتر ولكن امامه ادم مسينا كينتظر انه يجي عنده زيزو كتلعب سهله لعند محمد صلاح داخل مربع العمليه التسديده هذا محمد صلاح ما كيتمكنش كترجع الكرة عند النني لعند زيزو في الجهة اليمنى واقفين كينتظروا محمد صلاح كيقول لك خرجوا عندنا كترجع الكرة عند بالفعل كيرجعوا الكرة ضيعوا الوقت محمود علاء النني الإبعاد والتماس تماس لفائدة المنتخب الوطني المغربي غادي نحو اللحظات الأخيرة من هذه المباراة اقل من 4 ديال الدقائق هذا مسينه طويله في اتجاه سفيان رحيمي سفيان رحيمي واش غياخذ الكره ولكن محمود علاء كياخذها الابعاد والحكم كيهز الرياخ خطا على محمد صلاح ومحمد صلاح وباقي كيمارس حقه في خط الهجوم غنام سايس واغنام سايس نحاولوا نلعبوا بسرعه عمران لوزا لعند سفيان امرابط ياخذ المساحه اللي فارغه اللي كيتقدم هو نايف اقرد لعند عمران لوزا لعند سفيان امرابط الجهه اليمنى لعند حكيمي غادي يحاول يدخل حكيمي عنده الكره لعند سفيان امرابط ولكن حتى شي واحد كانت محاوله الدخول من العمق زوينه لاباس ولكن ما كاين حتى شي واحد مع كامل الاسف دقيقتين دون احتساب الوقت بدل الضائع هي اللي باقى في هذه المباراه ودائما التفوق للمنتخب المصري ب2-1 شكون هو الفريق اللي غادي يتاهل نصف نهائي لمواجهه منتخب الكاميرون لحد الساعه المنتخب المصري هو الاقرب المنتخب المغربي لازال يطارد المنتخب المغربي مازال كيطارد الحظوظ ديالو لتسجيل هدف التعادل كتلعب الكره يلا ما نفقدوش الامل طالما هناك دقائق هناك امل كترجع الكره لعند ادم ماسينا انا اللي كنعاتب هو ما كاينش داك اللعب بسرعه ما كاينش اللعب بسرعه كتمشي الكره عند ريان في الجهه اليسرى لعند سفيان رحيمي غادي يحاول انه يحتفظ بالكره وكيقلب على الحلول يعني التوغل كتمشي عند امرابط غنام سايس طلق عندك رجل وحده غنام سايس بالرجل اليسرى ولكن بدون هذيك القوه المرتد محمد صلاح كيجري باش ياخذ الكره ديالو غنام سايس اتونسيون كتمشي الكره لعند نايف يلا نايف اقرد كتمشي الكره في لاغوش لو كوتي غوش عند رحيمي عنده الكره رحيمي تسديده رحيمي شو ما عليك رحيمي 5.50 متر لفائده المنتخب المصري غادي يلعبوها في 2 دقائق هاد ضربه مرمى غيلعبها المنتخب المصري في 2 دقائق نعم السينيغالي غادي يدير لا اللي الداخل ديال اللعب ما غاديش يدير داكشي اللي يدير شوف يعطينا حقنا صافي هادشي اللي كاين اش من حق الا تعطلوا هما لا بدا عرطو ما عندهمش شي شونجمون ما كنظنش انه باقي عندهم شونجمون اقل من 2 ديال الدقائق كنلعبوا 119 وزدت من عندي شويه الوقت بدل الضائع الكره خداوها اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي سايس عند عمران لوزا خصهم يبقاو تما عمران لوزا
طويله ولكن اقرب الدفاع ديال المنتخب المصري. ريان ماي واش غياخذ الكره؟ ريان ماي محتفظ بالكره. ريان ماي وتدخل ديال المدافع المصري اللي كيبعد الكره لرميه تماس. يلا يلا دخلنا للدقيقه 120. الكره عند اشرف حكيمي اللي كينفذ التماس في اتجاه لاعب عمران لوزا. عمران لوزا عند ريان ماي اللي غادي يدخل. ريان ماي كيرتكب خطا. الحكم كيعطي ضربه خطا للمنتخب الوطني المغربي. حيد لا 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 ما تطيحوش صافي. ضربة خطأ للمنتخب الوطني المغربي. ضربة خطأ في مكان خطير وهي آخر فرصة نقولوا آخر فرصة للمنتخب الوطني المغربي لتعديل النتيجة يا ربي. واحتجاج دائما لطاقم ديال المنتخب المصري. انذار للحكم كارلوس كيروش اللي كطرفه أمام البطاقة الصفراء. كان الاحتجاج ديال فتوح. يلا كان زكريا أبو خلال محاولة التوغل. العرقلة من طرف فتوح. الحكم كيصفر ضربة خطأ. آخر فرصة للمنتخب الوطني المغربي. يلا على الله في التنفيذ. عمران لوزة الحكم كيعلن على جوج ديال الدقائق كوقت بدل ضائع. نتمنوا هاد ضربة خطأ يكون التنفيذ ديالها غير تنفيذ ضربة الأخطاء اللي كانت في كل المباريات وطيلة الدقائق ديال المباريات. ما خصش ديري بحال هكا صافي خليهم بارك الله رد بيخليهم قاع يلعبوا. هادو هما المصريين طالع حتى بونو تنظن حتى هنا كنا غنديروا بحال هكا ولكن ياسين بونو كيطلع باش يساند الزملاء ديالو. ما بغيناش نوصلوا لهذا الضغط. وهذا هو الماتش مع مصر. يعني كدار بك مره جوج ثلاثه عشرة خصنا نوصلوا لانه اللعب مع الاشقاء المصريين هو هذا داير. على اي ضربه خطا كل اللاعبين في مربع العمليات ديال المنتخب المصري والوقت يسير. ها هما عمران لوزة كتلعب الكره خارج مربع العمليات. الا مشات الكره مشات الكره المنتخب المصري امام سفيان مرابط فقط هو اللي كاين. سفيان مرابط اللاعبين ديال المنتخب المصري. الكره غتخرج وخارج لحسن الحظ. ضربه مرمى للمنتخب الوطني المغربي كانت مرتده ضيعه المنتخب المصري. مزيان كتلعب الكره بسرعه. ادم ماسينا كتلعب الكره. ياسين بونو باقي في منتصف الملعب. المرمى فارغ. الكره عند المنتخب المصري امام مرمى فارغ. تدخل ديال سفيان امرابط. الحكم كيعطي تماس. الدقائق واللحظات الاخيره والمنتخب المصري غادي يقوم بتغيير. المنتخب المصري غادي يقوم الان بتغيير. اللحظات الاخيره. اي الضغط والاعصاب وكل شيء. تغيير للمنتخب المصري. خروج محمد صلاح. محمد صلاح غادي يخرج بشويه عليه. محمد صلاح يبقى الدقيقه الاخرى اللي باقي هنا ويبقى هذاك يبقى تخرج حسب الساعه اللي كاينه في الشاشه. فالوقت القانوني الوقت المضاف بدل الضائع فانتهى. الحكم كنظن مباشرة بعد الكرة غادي يصفر نهاية المباراة. ما كناش بغينا نوصل لهذا السيناريو ولكن كرة القدم هي هذه. على أيين ما نبغي نقول حتى شي حاجة حتى يصفر الحكم. مازال الكرة كتلعب حتى الصافرة. الحكم كتلعب الكرة عند المنتخب المصري في الجهة اليسرى غيحاول يحتفظ بالكرة ويا كل التواني وكتخرج الكره ما خرجاتش. الكره عند الفريق الوطني المغربي طويله كتتجاوز منتصف الملعب. كياخذها النيني. الكره عند اللاعبين ديال المنتخب المغربي. الابعاد عند رحيمي. زكريا ابو خلال مشى بالكره خطا. الحكم كيصفر نهايه المباراه بتاهل المنتخب المصري امام المنتخب الوطني المغربي. ومره اخرى الفريق الوطني المغربي كيوصل لدور الربع لكأس إفريقيا للأمم دون تحقيق الأهداف اللي كيتمناها أي مشجع من المشجعين ديال الفريق الوطني المغربي. نقولوا هنيئا للمنتخب المصري وهارد لك للمنتخب الوطني المغربي. فخر الدين. شوف دابا اللي عطى اللعطة ولكن حنا كنظن بانه ساعدنا المنتخب المصري في الانتصار ماشي حنا المدرب
المدرب ساعد منير على ان المنتخب المصري انتصر. لان جابك الله ذاك البينالتي في الدقه الاولى سهل عليك الامور كلها. الناس اللي لاعبين الكره ومهتمين بالشان الكروي تعرفوا بان ملي كيجي كان بينالتي بحال هكا غادي يعطيك، ولكن انت ما زدتيش امونير. ما دير شوف ما كاينش شي حاجه ان بلوس. انا سمعتي لي فخر الدين وفتح ابو خريص مستمعين ديالنا على شدا اف ام. غادي نرجعوا لونتين للحظات فاصل ثم نعود بكم مستمعينا في شدا اف ام الى بلاتو شدا تي في واخر الكلام حول مباراه المغرب ومصر.